بنيجي نعمل ايه؟ بنيجي في الاول نعمل ماتش الاف 3 ونيجي ندوس على الخانه اللي جنبيها ونعمل ماتش لوحده الطن وندوس على الخانه اللي جنبيها. المفروض اف 3 اللي هي الار، اروح احسب في الاول مين؟ بحسب في الاول اللي هي البي. البي تبقى وحده مين؟ تبقى بالطن. طب البي دي بتساوي ايه؟ بتدوس في الخانه اللي قدام دي، بتدوس وتكتب فيها يساوي كام؟ يساوي الرياكشن ده في كام؟ في 15، وتروح تدوس له انتر. هيحسب لك الرياكشن قيمه ار تو كام؟ ب 229. لو انت دوست عليه مره ثانيه هتلقى فيه نقطه سوداء من تحت، لو دوست عليها 2 كليك هيحسب لك هي قيم البي للرياكشنات كلها. خلاص؟ طب ده انا حسبت البي. الخطوه رقم 2 بحسب مين؟ الايرا كونكريت. طب الايرا كونكريت دي بتبقى بالسنتيمتر المربع. الايرا كونكريت دي بتساوي ايه؟ هتكتب له يساوي مين؟ يساوي البي اللي انت حاسبه ده، تضربه في كام؟ في 10^3 اللي هي في 1000، واقسمه على كام؟ 111/62، وتدوس له انتر. هتروح تدوس، يبقى كده حسب لك ايرا كونكريت. هتدوس على الرقم اللي فوق عند النقطة السوداء، تدوس على 2 كليك هيحسب لك كل ايرا كونكريت لكل الأعمدة. طب البي بكام؟ أولا البي بالسنتي. كام سنتي؟ 30. كل البي عندك 30، فانت بتدوس على العلامة السوداء النقطة السوداء 2 كليك بيحسبهم لك ايه؟ بينزل لك ال 30 لتحت. طب بعد البي بحسب مين؟ بحسب التي. التي المفروض بتساوي مين؟ تكتب يساوي الاي سي اللي عندك على البي وتدوس ايه؟ انتر. دوس عليها مرة تاني ودوس هي دبل كليك على النقطة السوداء هيحسب لك كل تي لكل الأعمدة اللي عندك. طب ده التي، أنا عايز أحسب مين؟ التي موديل زي ما أنت شايف هنا إيه؟ ده التي ب 68، ده 149، ده 163، ده 105، ده 150، 146، بيزيد ويقل بتدرج غير مناسب على حسب قيمة السي 1 حد السي 21. أنا ببدأ أعلم على دول كلهم مرة واحدة، عاوز أرتبهم ترتيب منتظم، إما من الأكبر للأصغر أو من الأصغر للأكبر. انا بعلم عليهم كلهم واروح ارقمهم او ارتبهم من الاصغر للاكبر. الكلام ده عن طريق قائمه داتا صور، وبرقمهم على حسب مين. لو دوست على صوره باي هتلقى في طن وفي في تكست وفي طن وفي طن وفي سنتيمتر مربع في سنتيمتر وفي سنتيمتر. انا عايز ارقمهم بناء على قيمه التي، يبقى هاخد اخر سنتيمتر مكتوب عندي، يعني هاخد مين؟ اخر خانه من تحت. هو يقول لك عاوز ترتبهم من الاصغر للاكبر، هتقول له ماشي عاوز ارقمهم من الاصغر للاكبر. هتلقى ده كام؟ ده 15 وده 17 وده 38 وده 43 وده 68 وهكذا، هتلقى الترقيم ماشي معاك حد ما وصل ل 109 وكام؟ 169. طب التي موديل اللي هو التي ام ده بالسنتيمتر المفروض ده بيساوي كام؟ وصل عشان نصير 15 و17 دول تقريبا هتلقاهم مخصصين بالشرول، هم 13 في 9، فعشان كده ركشتهم قليله لان واخدين احمال صغيره الجزء ده بالذات. فالمهم دول عموما هنعتبرهم اعمده عاديه، فهاخد 60 حد كام؟ ده هاخد 60 وهسحب 60 حد كام؟ حد 43. طب 68 هاخده كام؟ طب بص كده 68 هاخده 70 و 78 دي هاخدها برضه 70 80 ودي هاخدها 80، فهاخد الثلاثه دول كلهم كام؟ قلنا اقل تي 60. طالما برج اقل عرض 30 واقل تي او اقل طول للعمود 60 سم، يعني اقل عمود عندك 30 60. طب 81 84 89 90. بص انا هريح دماغي وهاخدهم 100 حد مين؟ حد ال 97. طب 105 106 هاخدهم 110، مش عشان ما نكتش بس نمزج اعمده بس. طب 130 136 150 وعشان بس ما نعوقش ما ناخدش نمزج كتير في الدوره بس عشان ما ناخدش وقت بس. دول 150 واللي تحت 150 لا 150 برضه عشان نخلص، ما جاتش على دي مش هتفرق كتير. حتى لو بره يعني مثلا 150 و8 من 100 يعني اعتبرها 150. المهم ده اخده كام؟ ده 163 وده 169 اخدهم كام؟
170 غلط. غلط. ليش نسيت النسبة المفروض ما بين التي والبي ما زيدش عن 5 عشان صممه أثقل. لو زادت عن 5 يبقى كده أصبح شيروه، يبقى تصميمه غلط. ودي مهمة خالص معاك، مهمة جدا جدا. ولازم في التصميم أن نسبة التي بالنسبة للبي لا تزيد عن 5، أقصى حاجة 5. يعني لو 30 أقصى تي ليها كام؟ 150. يبقى إذا حغير ال 30 دي خليها كام؟ 35. لا أزودها 5 وأنزل بيها تحت، أوتوماتيك ده تغير بيجي 140 و 145. طب أقصى طول ل 35 كام؟ وأقصى تي لل 35 اللي هي كام؟ اللي هي 175 اللي هي 35 في 5. يعني ده 140 ده 145 هاخدهم كام؟ 105. بس اللي فوق 150 في 35 لكن اللي تحت 150 في 35. طب بص كده معايا، بعد ما حسبت التي ان بروح احسب اي اس. دي بالسنتيمتر مربع. الاي اس دي المفروض بتساوي، تكتب يساوي 1 من 100 في البي. دي بتساوي 1 من 100 في البي في التي ام. محدش يختار التي الاولانيه التي ام، ودوس له انتر يحسب لك دي 18. لو دوست عليها 2 كليك شمال هيحسبهم لك كلهم كام؟ يحسبهم لك زي ما انت شايف بالترتيب ده. ده بالنسبه للتي. اخر حاجه بحسبها اللي هي النمبر اوف بار اللي هي عدد الاسياخ. عدد الاسياخ مش هنسيت، المفروض انا هستخدم في 16 اللي هي 16 ملم. يعني هستخدم في 16 يعني الاريا الاريا ستيل للسيخ الواحد بكام؟ ب 2 1 من 100 اللي هي 2. اقول 2 يعني احنا هنسيبك من 1 من 100 ده 2. يبقى المفروض انا عشان احسب نمبر اوف بار بقسم الاي اس على 2. يعني دول 8 باخدهم كام؟ 9. 24 12. طب ينفع اخدهم 9؟ لازم عشان سين شرط اساسي في النمبر اوف بار في الاعمده، لو كان العمود ريكتانجولر لازم عدد الازواج يكون زوج، عدد الاسياخ يكون زوجي. خلاص لو العمود مربع عدد الاسياخ لازم يكون يكبر قسمه على 4. يبقى اذا لو العمود ريكتانجولر لازم عندك، هناخد تصميم عمود مربع عندنا في وعمود دائري وكل حاجه. لو عندي عمود ريكتانجولر عدد الاسياخ اكبر قسمه على 2، عمود مربع عدد الاسياخ اكبر قسمه على 4، عمود دائري اقل عدد الاسياخ 6 ويكون زوجي برضه. طب ده 30 على 2 اديني كام؟ 15. 15 هناخدهم كام؟ 16. احنا مش غيرناها 10 ولا ايه؟ طب تتغير لوحديها، ما سمعتش الكلام ولا ايه؟ طب 33 يعني 34 يعني 17، يعني خدها كام؟ 18. في 21 بيقول طب ما ممكن الاكسل اللي يحسب لي الكلام ده، هتصدع دماغك ومعادلات مالهاش لازمه، خليك كده على الطبيعه احسن. 45 احنا خدنا اللي احنا عايزينه من الاكسل. 45 على 2 22.5، يعني اخدهم كام؟ 24. بقرب الاقرب رقم زوجي فوق. ايه؟ لا ما غيرش الكتب، لا كويس. ده 52.5 على 2 26 وربع، هناخدهم 28. على فكره مش هنسيب الاسياخ دي لسه هتزيد، الاسياخ دي لسه هتزيد، يعني ده احنا مقدمه بس لسه هنشيك على الاسياخ دي عن طريق الكود، لان الكود ليه نسبه مع الاسياخ لكل قطاع زي ما هنشوف. بنيجي نعمل ايه؟ بنيجي ناخد كل شويه كده وندي لهم لون، نعمل لهم فورمات سيل مثلا، نيجي عند فيل ونده مثلا لون احمر اللي تحتيهم 12 خليهم زي ما هم اللون الابيض، ونروح ل 16 نختار فورمات سيل وندي لهم مثلا اللون ده الاخضر او مش عارف ايه ال 18 وهكذا. انت بتقعد يعني كده عشان ما علينا منظر جمالي فايق بعد عنك. يلا عشان اول احمر واخر احمر.
طب بص يا باشمهندس، انا عاوز اطبع ده للنوتة الحسابية، عاوز ارفق ده للنوتة الحسابية. عشان تطبع ده على الاكسل بتلقى فيه ما في يعني ايه غلاسة شوية انك تطبع ده على الاكسل. فاحنا بنعمل ايه؟ بناخد ده كوبي، بص اللفة اللي بنلفها، بروح للكاد. طبعا الكاد ده احنا مهندسين مدني، فمحدش غير مهندس مدني هيعرف يعمل الكلام ده، ونروح نعمل لهم بيست في الكاد. اذا رأيك عندك بالكاد ايه بالشكل ده، انا بروح اعمل ايه في الكاد؟ بروح اعمل لهم برين واختار من فوق مثلا اللي هو اخر حاجه انت طبعتها، واختار نوع الطابعه ادوب بي دي اف، واختار الويندو، وعلم من طبعا شغل اسناب، وعلم من النقطه اللي فوق للنقطه اللي تحت، واقول له اوكي. هو كده هيبدا يطبعهم، بس يوديهم على هيئه ايه؟ على هيئه بي دي اف، واسميهم ايه؟ رياكشن. خلاص ده انا مش محتاجه في الكاد عشان بنسجل النسخه عندي، اعمل لهم ديليت. المفروض عندك تروح هنا كده، هي رقمهم لك على البي دي اف دي، برضو انت بترفقها ضمن البي دي افات الموجوده عندك. خلاص ده الديزاين ايه اوف كولم، يبقى دي مش عارف رابع او خامس بي دي افايه انت المفروض تخليهم عندك. كده يا باشمهندسين احنا ماشيين نشوط كبير في الجزئيه دي، وقدرنا نخلص تصميم القلم او تصميم العمل. طب انا مطلوب مني في الوقت الحالي او مطلوبين مني دلوقتي، مطلوب ان انا هروح للكاد واعمل ايه؟ واخد كوبي للجزء ده. ايه الرسمه دي؟ ببدا في الاول اروح للوحه المحاور والاعمده. طب لوحه المحاور الاعمده اللي احنا عاوزين نوصل لها يا باشمهندسين عشان الموضوع يبقى اوريدي بالنسبه لك واضح احنا عاوزين نشتغل ازاي، المفروض اللي احنا عاوزين نوصل له في الاخر هي الرسمه اللي هتوضح بالنسبه لك، اللي هي كانت لوحه المحاور الاعمده لزمايلك اللي قبل كده. ده بشونسين يعني من ما الجهاز هو بشونسين اللي بيخليه يعلق كده، انك الاوتوماتيك سيف بيبقى شغال عندك عشان بيرجع يعمل اوتوماتيك سيف، فبياخد فتره كده عشان يبدا يبقى. لو انت لغيت الاوتوماتيك سيف بتلقاه هي بيفتح معاك بسرعه. المهم ده الشاشه عندك بالمنظر ده، ده اللي اسمها لوحه المحاور الاعمده، ده اللي احنا عاوزين نعمله. لوحه المحاور الاعمده ده في دي تفاصيل الاعمده، ده الانشاء بتاع محاور الاعمده اللي هو ده، ده الانشائي. طبعا زي ما انت شايف العمده طالع معاك قطعات يعني حاجه استغفر الله العظيم. بنعمل ايه؟ بنكتب كل عمود النموذج بتاعه وبنكتب عليه الدايمنشن. احنا اللي هنعمله ده ان شاء الله، بس انا عشان نقول لك احنا هنعمل ايه، ودي القطاعات العمده اللي احنا عاوزين نرسمها التفاصيل. ده جدول المحاور والاعمده، دبق الاعمده ده عمود مربع وده عمود دائري، ده الملاحظات الاعمده، الجزء اللي فوق ده اللي احنا هنبدا نشتغل عليه. طب نشتغل الكلام ده نحن ازاي؟ اولا هنروح للشاشه بتاعتنا وهناخد كوبي للجزء ده وننزل بيه تحت، طبعا دي احنا اللي عملنا منها ال جهزنا رسمه من الكاد لسه، خلاص مالهاش لازمه دلوقتي نمسحها. ايه؟ خلاص مفيش مشكله، ما احنا كده حفظناها على فولدر تاني. انا مش هسيب لوحه المحاور الاعمده، انا مهتم بمين؟ مهتم بمين في لوحه المحاور الاعمده؟ مهتم بالاكس، فاروح اخفيها. طبعا اي حاجه انت مهتم بيها بتروح تشغل لير 2 وتروح نخفي الاكس اللي هي المحاور والكتابات والكتابه بتاعت المحاور، وبنخفي مين؟ الاعمده والهاتش. طب انا مهتم بالكاميرات، فبروح اعمل ايه؟ باخد دول واروح اعمل لهم ديليت، اروح عند القائمه من جوه اعمل ايه؟ فيزابيلتي اون، واطفيها تاني يظهر الكلام ده بالشكل ده. يعني هو في شطحيات احنا كنا عاملينها بلير الهاتش فما نصحهمش، نصحهم بايدنا ما فيش مشكله. ايه؟ الاكسات بدل ايه ممكن تعمل لها جوين، او كحل اسرع بنعمل ايه؟ بنيجي ناخد خط من النقطه دي وننزل بيها تحت
ونيجي نعمل ايه؟ نعمل اكس تان لمين؟ للخطين دول، واروح امد عليهم المحاور الناحية التانية بالشكل ده كده، ومد عليهم المحاور الناحية التانية بالشكل ده، وامسح مين؟ وامسح الخطين الموجودين على. تمام؟ ده بالنسبة لمين؟ الجزء الاول في لوحة المحاور والاعمدة. ماشي. اولا عاوزين نروح نشوف ال هتفتح فولدرين، طبعا الكلام ده لما تبقى انت طابعه بيبقى افضل. الفولدر انت بتبقى طابعهم اولا الليبل ده، تبقى طابع ده، وتبقى طابع مين؟ اللي هو ده، اللي هو الاكشن 2-2. عندي سي 13 وسي 9، فانت بتروح تعمل ايه؟ وسي 10 وسي 12، بتروح عندك للليبل اللي عندي فين سي 9 و10 و12، ادي سي 9 ادي 10 ادي 12 ادي 13 اللي هم بتوع الشيرول. يبقى اذا في بالنسبه للعمود 30 في 60 اللي هم 9 و10 و12 و16 دول ملغيين. ليه ملغيين؟ لان دول اوريدي موجودين عندي شيرول. خلاص. طب انا لو عاوز احسب الرياكشن موجود على الشيرول اجمع مين؟ اروح اجمع الاربعه دول. لو انا جمعت ال 50 زائد ال 57 زائد 128 زائد ال 146 اقدر احسب الار توتال اللي هي موجوده على الشيرول اللي هي جايه من الاحمال، جايه من الكاميرات والسلم وخلافه. لو انا عاوز احسب للدور الواحد ابدا اجمع مين؟ ابدا اجمع الخانه اف 3 للاربع نماذج دول. يبقى اوريدي عندي 30 في 60 فيه ولا مفيش؟ مفيش. طب لان دي اوريدي شير وول ليها تصميم طبعا مختلف عنكم. طب اولا هنروح لسي 1 وسي 11 وسي 18 اللي هم 30 في كام؟ في 80. طب فين السي 1 و11 و18؟ بتروح للقائمه الليبل سي 1 اللي هو ده 11 و18 ده 11 وده 18 هم فوق بعض. يعني انا لو رحت للكاد هلقاهم فين عندي؟ ده سي 1 وده سي 18 وده سي كام؟ 11. طب ده المفروض انا راسمه 30 في كام؟ في 60. انا عاوز اخليه كام؟ عاوز اخليه 30 في 80، يعني عاوز اعمل له ستريتش مسافه كام؟ 20. فبختار العمود ده واختار العمود اللي فوق، لا مش ده، بختار العمود ده اللي هو سي 1 واعمل ستريتش لفوق مسافه 2 من 10، واخد العمود ده اعمل ستريتش مسافه كام؟ 2 من 10، ونفس الكلام العمود ده اعمل ستريتش مسافه 2 من 10. ليه عملنا له 2 من 10؟ ان هو كان 30 في 60 انا عاوز اخليه 30 في 8. طب بعدين بروح ايه؟ لا اتجاه دايما ده بس ده اتجاه الاسترتش اللي انا بمد في الاعمده دايما بعيد عن اتجاه القصير للمحاور. يعني بص البعد ده الصغير ما بعملش استرتش، بعمل استرتش في ناحيه البعد الكبير. بروح هنا بعمل استرتش ناحيه البعد الكبير. انت المفروض المحور ده تمده بالشكل ده دايما. شويه لما اعمل استرتش يعني عاوز اعمل استرتش للطول اروح اعمل استرتش في الاتجاه ده. طب لو عاوز اعمل استرتش للعرض اعمل فوق ولا لتحت؟ ناحيه البعد الكبير. يعني اعمل ايه؟ لفوق. ليه مش بعمل لتحت؟ لان اوريدي الجزء ده انا ربطه بحيطه، فلو عملت له ستريتش لتحت يبقى العمود حبرز عن مين؟ عن الحيطه. نفس الكلام البعد ده اوريدي مربوط مع الحيطه، لو انت عملت له ستريتش ناحيه البعد القصير يبقى انت ايه لغيت الارتباط مع الحيطه اللي عندك. ايه؟ ما بعد ما ناخد ده ونعمل نكبر العمدان راح اعمل لهم كوبي واوديهم ايه؟ اوديهم للرسم المعماري، بس بعد ما اخلص ده على الانشاء اللي عندي للاعمده كله. عشان يعني انجز في الوقت بدل ما ناخد كل نموذج لوحده. بروح يا باشمهندسين لاي رسمه قديمه بعمل ايه في الرسمه دي؟ باخد كوبي. ما نحن ناخد لها كوبي كلها مره واحده، بس نحن ناخد كوبي للحاجات الثابته. طب الناس تركز معايا، اخد كوبي. لو عاوز اخد كوبي شونسين من كاد لكاد، من ويندو لويندو في الكاد، اخد كوبي ازاي؟ بروح ادوس كليك يمين، او بدل ما ادوس كليك يمين بتلقى عندك موجوده في القائمه اللي فوق اللي جنب السيف اللي هي الكوبي العاديه اللي احنا بنعمل المفايل فايل. فانت بتختار كوبي وبتعلم الحاجات اللي انت عاوز تعملها كوبي، اللي هي البرواز بتاع الرسمه والملاحظات والمكان انت بتكتب في اسمك واسم اللوحه، وبتاخد كوبي للجدول وتدوس له بعد كده سبيس او انتر، وبعد كده بتروح للكاد الثاني وتعمل بيست. هتلاقيها جنبيها او جنب ماتش هيظهر لك البرواز.
فحتدوس اي مكان فاضي. اولا بس عشان نبقى الامور بالنسبه لنا اوريدي ما فيش اي مشكله فيها، ده القص العمدان نحن هنمسحه. عشان ده اللي احنا هنشتغل عليه، او نحن ده اللي احنا المفروض نعمله ان شاء الله. يعني هي تقريبا في تشابه ايه ما بين الوحده والوحده، ونفس الكلام بالنسبه للاعمده الموجوده معانا. طب بصوا معايا كده شويه، احنا كنا بس خدنا الجدول بس. اولا البرواز، البرواز بتاع اللوحه، برواز اللوحه بشمسين عندك حلين برواز اللوحه، ان انا في الاول العرض بتاع اللوحه اللي بيطبع، عرض اللوحه اللي بيطبع اللي هو المقاسات الموجوده بره في الطباعه، العرض اما 80 او 85، هو ممكن يقل يعني انه اقصى عرض 90 سم او 95 سم، يعني اقصى عرض لوحه ببدا اطبع عليه ل 95 سم. عشان كده انا عندي حاليا بطبع اما بمقياس رسم 1 ل 100 او 1 ل 50، فانا لو هطبع بمقياس 1 ل 100 يعني المفروض طول البرواز ده ما يزيدش عن كام؟ عن 90 سم، لان هطبع بسكيل 1 ل 100 خلاص. طب لو هطبع بسكيل 1 ل 50 المفروض الدور ارتفاع البرواز ده ما يزيدش عن كام؟ عن 45. نحن بشمهندسين لوحات انشائيه دايما بتطلع بسكيل 1 ل 50، كل لوحات انشائيه بتطلع بسكيل 1 ل 50 ما عدا اللوحات الكبيره خالص في الحل، يعني اللوحه ما ينفعش اعملها بسكيل 1 ل 50. فاحنا لو شفنا لو انا هعمل ايه عشان اعرف حدود الرسمه، طبعا هي رسمه عشان صغيره، المفروض بتقيس المسافه من اعلى المحور الاوطى محور عندك، يعني المسافة دي كام؟ 26، هي 26 صغير أصلا، ينفع أعملها بسكيلو كام؟ يعني تنفع بسكيلو 1 ل 50، لكن في بعض الأبراج كان البعد ده بتقيس أصلا بيطلع في حدود 95 96 سم البعد بس، فأوريدي دي مش ما ينفعش تطبع غير بسكيلو 1 لكام؟ 1 ل 100 عشان عرض اللوحة اللي عندك. طب الطول اللوحة في الاتجاه الثاني ده باشمهندس مفتوح معاك، بس يعني إيه يفضل، يفضل إن الطول ده اللي هو مفتوح معاه يكون متر ولا متر ونص ولا 2 متر ولا 3 متر ولا 4، هو معاك حد 20 متر او اكتر من كده. فايه دايما يفضل ان البعد في الاتجاه الثاني يكون في حدود كام؟ يكون في حدود متر متر ونص، ما يزيدش عن كده. المهم هنبدا نظبط المقاسات دي بناء على ابعاد اللوحه اللي عندي. فاول حاجه بعملها باخد الرسمه واعمل لها كوبي داخل اللوحه عندي، بننزل الجدول تحت شويه. المهم ببدا اعمل ايه؟ العمود ده نموذج عين واحد، فباخد كوبي للعمود مثلا عين واحد واجي اكتب على النموذج ده عين واحد. لما ابدا اعمل الكتابه اما تحطها في المكان ده او في المكان ده او في المكان ده او في المكان ده، دايما الكتابه نحن بنخليها ناحيه البعد الكبير، يعني في ما خلاش ناحيه البعد ده، لان ده البعد الصغير وده البعد الصغير وده البعد الصغير، دايما المكان اللي بعمل فيه بيس الكتابه ده بيبقى فين؟ في البعد الكبير اللي عندي. لو ده صغير بختار سكيل واكبره شويه، طبعا التكبر ممكن تدخل كنترول سكيل او ممكن تكبر عن طريق الماوس بالشكل ده، فبتحصل عليه على السكيل اللي انت عايز، يعني ده تقريبا كده كويس. ده بالنسبه لعين واحد، ممكن نكبر الواحد يعني كده عين واحد تمام كويس. ده الخطوه الاولانيه، انا بكتب اسم النموذج على العمود واخد كوبي لكل الاعمده اللي لها نفس النموذج، اللي هو النموذج ده ليه عين واحد والنموذج ده برضو ليه كام؟ ليه عين واحد. دي الخطوه الاولانيه. الخطوه الثانيه ببدا اربط العمود، يعني اربط العمود يعني اكتب ابعاد المحاور على العمود، يعني باخد كوبي بروح اشغل اولا اللير اسمها دايمنشن وابدا اقيس المسافات ما بين الاعمده بالشكل ده اللي هي ابعاد المحاور اللي هي بنسميها ربط المحاور. بنقيس البعد من اخر العمود للمحور، بنقيس البعد ده من اول عمود للمحور، وبعد كده بنبدا نكمل. لو انت قيست يا باشمهندس المحور بالشكل ده او البعد الباقي بالشكل ده بيبقى يعني بعده فوق وبعده تحت بيبقى منظرها مش حلو، عشان كده احنا عشان تكتب البعد الثاني
كمنظر جمالي افضل في اللوحه ان احنا بنختار امر كونتينيو، يعني بنضيف او بناخد استمراريه في الرسم. فانت بتختار البعد ده وتضيف له كونتينيو عليه، بتدوس سبيس وتختار البعد اللي تحت وتضيف هي كونتينيو عليه، بتلقى في كتابات دخلت مع بعض لان البعد عندك صغير، فبتيجي تدوس على الكتابه وتلغي ارسل وتلغي اسناب وتبدا تسحب من النقطه في النص وتوديها في المكان اللي انت عايزه، تبدا تسحب من النقطه في النص وتوديها في المكان اللي انت عايزه. بالشكل ده بحس بدي كتابه الدايمنشن. انت يا باشمهندس بتكرر كتابه الدايمنشن دي للعمود اللي تحت والعمود اللي تحت. طب انا عندي العمود كام في كام؟ عندي العمود 30 في 80، فاكتب عمود 30 في 80 ازاي؟ باخد مثلا كوبل ده واكتب 80 واسيب 2 سبيس في 30، يعني اسيب اكتر من سبيس وخليها 30 في 80. ده عندي عمود 30 في كام؟ في 30. غير اللون مثلا خليه اللون الاخضر، ممكن نكبرها شوية او ممكن نسيبها كده مفيش ادنى مشكلة، يعني ممكن نكبرها يعني كده كويسة كده. عمود 30 في 80. التسليح اللي عندي كام؟ التسليح الاكشوال اللي طالع عندي من التصميم عمود 30 في 80 اللي هم فيه كام؟ فيه 12 سيخ. طب 12 اكتبهم ازاي؟ من يجي يا باشمهندس ناخد لده، عشان اسهل طريقه انك تكتب بيها بناخد لده كوبي في الاول، ده بخليها 12، بعد كده اللي تحت 12 فاي كام؟ فاي 16. طب الفاي اعملها ازاي؟ الفاي بتبدا تكتب شيفت في المية في المية اللي شفت 5 5 2 3 2، لو دست بره كده عمل لك مين؟ عمل لك الفار. خلاص باخد لها موف واجيبها عند ال 12 واخد ال 16 موف اجيبها عند مين؟ عند الفار. يبقى ده كده 12 في 16 واعمل لهم موف بالشكل ده. وامسح في الاول كده، انا عندي عمود 30 في 60 في 12 فاي 16. خلاص طب 12 في 16 بس ياخدي كويسه ولا مش كويسه؟ الكلام ده ان شاء الله هنحدده المره الجايه بناء على استخدام الكود المصري. خلاص كده احنا هنخلص حد